شطارة، مسمار في إيده في إيده، سايب علامة علامة، خشبة ودمه سلمنها ياما. في دق إلهي صلب وقيامة، وهو ده الإنجيل، ده أحلى بشارة. حبايبي الحلوين، اهلا بيكم وحلقات جديده من عم بشاره على الهوا، حلقات مختلفه ومميزه من مكان جميل جدا. بالحلقات دي احنا بنسجلها لكم من اسكندريه، بالتحديد من العجمي، بالتحديد اكتر من ابو تلات، بالتحديد اكتر واكتر من بيت ماري مرقص بابو تلات بالعجمي. علشان كده احنا بننتهز الفرصه وبنشكر أبينا الأنبا موسى أسقش الشباب، وبنشكر كمان كل القائمين على بيت ماري مرقص في اسكندرية، وبنشكر الأطفال الجمال اللي موجودين معانا واللي كمان موجودين معانا في البرجولة الجميلة اللي ورانا، بنشجع ونسقف لهم ونشجعهم. اهلا بيك يا عمك المايك. اهلا بيك يا عم بشاره، واهلا بكل اصحابنا الجمال الحلوين اللي موجودين معانا النهارده. احنا فعلا مبسوطين جدا، الجو مختلف قوي طبعا، والنهارده يمكن موجودين فعلا فعلا في حته صيف بقى. جايين في ابو تلات وورانا البحر كده، ومبسوطين وفرحانين، وكل اصحابنا موجودين النهارده معانا، بيتهيألي كلهم مبسوطين بالاجواء الجميله والجو الحلو اللي احنا موجودين فيه ده، عشان نعرف ننبسط ونسمع حكايات ونلعب ونتسابق ونعمل حاجات كتير قوي مع بعض. عندنا حكايات وعندنا معلومات وعندنا طب ما نقول لاطفالنا الحلوين معلومه عن اسكندريه. يلا طبعا اسكندريه نار، على علم اسكندريه من المدن الجميله ومن اجمل مصايف مصر، وكلنا لينا فيها ذكريات جميله جدا. لو اتكلمنا عن محافظه اسكندريه بنقول ان هي احد محافظات مصر، وكانت العاصمه الثانيه لمصر، كانت عاصمتها زمان كمان، هي الميناء الاول لجمهوريه مصر العربيه، وطبعا بتقع على ساحل البحر الابيض المتوسط. تم انشاء اسكندريه على يد الاسكندر الاكبر سنه 332 قبل الميلاد. وكتير قوي كمان يا عم بشاره بنبقى مش عارفين اهل اسكندريه بيشتغلوا بايه، لكن احنا يعني لازم نبقى عارفين المعلومه دي، ان هم عندهم يعني بيشتغلوا اشغال مختلفه، بيشتغلوا في الصناعه، في التجاره، في الزراعه، وفي الصيد طبعا. طبعا، وفي الصيد طبعا من المهن او طبعا من الانشطه القويه جدا عند محافظه الاسكندريه. كمان عايزين نعرف حاجه مهمه جدا ومعلومه الحقيقه جميله، ان اسكندريه بتتقسم لمجموعه من الاحياء، 9 احياء اسكندريه، عباره عن الحي الاول هو حي اول المنتزه وحي تاني المنتزه، في حيين للمنتزه، وكمان العمريه نفس القصه، حي اول العمريه وحي تاني العمريه، في حي شرق وحي وسط وحي غرب وحي الجمرك وحي العجمي. اللي احنا فيه دلوقتي طبعا، احنا فيه دلوقتي طبعا العجمي، ودي الاحياء اللي بتتكون منها محافظه اسكندريه، عشان برضو كلنا نبقى عارفين المعلومه دي اللي حتى ممكن تكون جديده على ناس كتير. الحي اسكندريه من المحافظات الجميله قوي زي ما عم بشاره قال، من المصايف الجميله، ناس كتير قوي من صحابنا اكيد راحوها في فصل الصيف بالذات بعد المدارس كده، نخلص ونجري على اسكندريه عشان نستمتع بالبحر والجو الحلو والهواء اللطيف كده. مين فينا ما راحش اسكندريه وراح قلعه قايتباي وكل جيلاتي على البحر وكل سمك مشوي؟ حاجات كتيره مشهوره يا عم بشاره. حبايبي الحلوين ازيكم؟ طبعا كلكم اسكندرانيه، انا بحبكم خالص، علشان كده هنحكي حدوته صغيره النهارده بس ليها معنى جميله خالص. بمناسبه اننا في البحر او على البحر، يعني طبعا احنا عارفين ان البحر مليان سمك مش كده، عشان كده بنصطاد اجمل سمك من البحر وبناكله بقى ما بين مشوي ومقلي، وبالذات اننا ابتدينا الصيام. يعني حدوتتنا النهارده عن بحيره صغيره
مش كبيرة قوي، متصلة بقناة كده بالبحر الكبير. البحيرة الصغيرة دي ما كانش فيها سمك كتير غير ثلاث سمكات، سمكة لونها ذهبي وسمكة حمراء وسمكة وردي، عايشين مع بعض في البحيرة ومفيش غيرهم. عشان كده الصيادين كانوا بيروحوا يصطادوا منين؟ من البحر الكبير، ما بيصطادوش من البحيرة دي خالص، بس دايما ايه يدخلوا بالمركب يعدوا على البحيرة دي وبعدين يدخلوا على القناة الصغيرة كده اللي بتدخل على البحر ويروحوا يصطادوا، لأن عارفين إن البحر طبعا مليان سمك كتير. في يوم الصيادين وهم رايحين يصطادوا زي كل يوم رموا الشبك، يطلعوه مفيش سمك، يرموا الشبكة تاني ويطلعوها مفيش سمك. زعلوا خالص وقالوا يلا نروح النهارده بقى، مفيش رزق النهارده بقى، نروح ونشوف هنعمل ايه. وهم راجعين بالمركب بيعدوا على ايه؟ على البحيره الصغيره اللي فيها الثلاث سمكات. فجاه اتكلموا مع بعض عن ان ايه؟ البحر الكبير ما فيهوش سمك، احنا بكره نيجي نصطاد في البحيره الصغيره دي يمكن نلاقي فيها سمك. وهم بيتكلموا كده مين اللي سمعهم؟ الثلاث سمكات اللي في البحيره اللي هم الوانهم ايه؟ الذهبي والحمراء والوردي. سمعوا الكلام ده قالوا يا خبر ابيض، ايه صيادين هيصطادونا بكره، نعمل ايه نعمل ايه؟ قاعدين يفكروا نستخبى في قاع البحر ولا نشوف نعمل ايه. بيفكروا مع بعض، راحت السمكه الذهبيه سمكه كده ايه يعني مغروره شويه، قالت لهم فكروا انتوا، انا عارفه اعمل ايه، انا سمكه سريعه بجري وبعوم بسرعه والصيادين مش هيعرفوا يصطادوني. التانيين قعدوا يفكروا، قالت لها بس انا سمعت ان البحيره بتاعتنا دي متصله كده بقناه صغيره بتطلع على البحر، ما تيجي ناخد بعضنا ونروح على البحر الكبير ما دام هم مش هيصطادوا هناك وهيجوا يصطادوا هنا، نروح احنا بقى البحر الكبير. قعدوا يدوروا يدوروا لحد ما وصلوا للممر ده اللي بيطلع على البحر الكبير عشان يطلعوا منه. قالوا لها يلا يا سمك يا ذهبي تعالي معانا. قالت لهم لا 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 روح انتوا، تتعبوا نفسكم وتروحوا البحر الكبير وموجه عالي ومتعب، لا انا خليني هنا ومش هيقدروا يصطادوني، انا سمكه سريعه. تاني يوم الصبح كانوا خلاص السمكتين الحمراء والوردي عرفوا يطلعوا على فين؟ على البحر الكبير. ودي قاعده بقى لوحدها المغروره دي، سمكه مغروره. وراحوا الصيادين رموا الشبكه، هي شافت الشبكه تجري كده تلاقي الشبكه تانيه، تجري كده تجري كده، في الاخر اصطادوها في الشبكه وهوب هوب دخلت جوه دخلت الشبكه. وخدوها الصيادين والسمكه الحمراء والسمكه الوردي قدروا ينجوا بحياتهم لانهم قدروا يفكروا مع بعض يعملوا ايه وتعاونوا مع بعض وشجعوا بعض في انهم ياخدوا القرار ويروحوا على البحر الكبير. حدوته صغيره وبسيطه خالص، بس نتعلم منها حاجه، ان العمل الجماعي مهم. يعني في بعض القرارات ممكن ما تقدروش تاخدوا فيها قرار لوحدكم، يعني في حاجات مهمه في حياتنا ممكن لازم نستشير فيها بابا، نستشير ماما، نستشير اصحابنا. كمان في اعمال مهمه ما ينفعش نعملها لوحدنا، لأن لما بنفكر مع بعض فكرة على فكرة على فكرة بتطلع في النهاية فكرة كويسة، وغالباً بتكون هي الفكرة الصح. فنتعلم يا أولاد التعاون، نتعلم إزاي نشغل مخنا، وطبعاً بننبذ أو بنستنكر الغرور. الغرور وحش وممكن يؤدي بصاحبه لعواقب مش كويسة، صح يا أولاد؟ نتعلم التواضع، ونتعلم نشترك مع أصحابنا في لعبنا، في أفكارنا، في مذاكرتنا، في كل قرارات حياتنا، لأن هو ده الصح. ربنا ما خلقناش لوحدنا، خلقنا وسط ناس، وسط عيلة، وسط أصحاب، فنتعلم التعاون دايما. دي حدوتتنا النهاردة، إيه رأيكم؟ حلو، كله انبسط بتهيألي، لأن عم بشار النهاردة لنا حاجة حلوة جدا، مبدأ رائع جدا، وهو إن احنا دايما نبقى مع بعض متكاتفين، نساعد بعض عشان نوصل لحاجة أحلى. زي ما عم شارق قال كده، حاجة حلوة قوي إن كل واحد فينا ممكن يبقى ذكي وشاطر ومجتهد قوي في حاجة، بس لو اتجمعنا مع بعض أكيد الاجتهاد ده هيتضاعف أو هيكبر أو هيكتر، وهيبقى حاجة حلوة كبيرة خالص، نقدر نعمل إنجازات أكتر بكتير من لو كنا لوحدنا.
انا بحب عامه قوي الالعاب الجماعيه يا عم بشار. طبعا. ايه رايك في الالعاب الجماعيه كده؟ اه طبعا، لان في العاب فرديه لطيفه بس الجماعيه دايما بتبقى فيها حتى روح اجمل، فيها بهجه كده. آه، فيها روح جميله. آه، كده. اه طبعا طبعا. حلو خالص. احنا اتكلمنا عن الالعاب الجماعيه او ان احنا نساعد بعض عشان نتفوق اكتر، والحقيقه هو ده اللي عايزين نعمله النهارده، لان عندنا العاب كتير هيبقى فيها تشجيع وحماس. وعايز اقول لكم حتى مش لازم الاشخاص كلهم يشتركوا في اللعبه، بس حتى ان هم يشجعوا بعض ويساعدوا بعض بده، الدنيا دايما بتبقى فيها تفوق. لو تفتكر يا اولاد يا اصحابنا يا جمال يا حلوين كلكم، لو النهارده في فريق لعب في الارض بتاعته يا مصر مثلا، تلعب في ارضها ضد اي فريق تاني، سهل قوي تكسب، لان التشجيع ده بيعمل حتى نوع من الحماس. طبعا بيدي باور وطاقه بيدي طاقه وحاجات ايجابيه. آه. كتير. يلا بقى نلعب مع بعض ونتسابق. عندنا مسابقات كتير خالص، وعندنا اسماء كل اصحابنا اللي موجودين معانا النهارده في اللوكيشن بتاعنا الحلو ده، عندنا كل اسمائهم موجوده في البلوره بتاعت عم بشار، اختار لنا منها اسم، ومن الاسم يطلع المتسابق بتاعنا اللي هيتسال ويقعد على الكرسي بتاعنا وان شاء الله يكسب معانا وياخد هديه. عايزين نفكر كل اصحابنا بلعبتنا. مين حافظ اللعبه بتاعتنا؟ مين كله حافظ؟ طيب، اللعبه بتاعتنا عباره عن مجموعه اسئله كتير خالص يا ولاد، صح؟ 12 مجموعه اسئله، وكل واحد فيكم هنختاره من اسم كده اللي هيطلع من بلوره عم بشاره، هيقعد جنبنا على الكرسي وهيتسال الاسئله بتاعتنا، بس لازم في الاول يختار مجموعه من كام؟ من 12 مجموعه اسئله. اختار لنا مجموعه، ندخل جوه المجموعه ونسال اسئله كتير خالص. عندنا خمس اسئله في كل مجموعه. مين بيسال خمس اسئله؟ مين عارف؟ أول سؤال مين بيسأله؟ إيه؟ سمكة اللي لسه متكلمين عنها. بس مش الذهبية. مش الذهبية يا عم بشار. طيب، تاني سؤال بيسأله لنا إيه؟ أرنب. برافو عليكم. التالت؟ قرد الشيء. والرابع؟ والخامس؟ الأسد. شرس جدا الأسد ده، وآخر تحدي لينا مع كل أصحابنا اللي بيقعدوا مكان المتسابق اللي هيبتدوا معانا النهاردة. يلا بينا نختار اول اسم يا بشاره. يلا بينا. يلا بينا. الاسماء كلها هنا، كله موجود، كل دول موجود اسمائهم هنا، كله موجود. يلا طب يلا بينا نقلب السكر، نقلب السكر، نقلب السكر، وناخد سكرايه. مارينا شنوده. مارينا شنوده، اهلا مارينا، تعالي شجعها قوي 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 مارينا، سقفوا لها. امسك المايك، هنخلي كلامنا على طول في المايك. اقعدي كده براحتك. ازيك يا مارينا؟ مبروك، انت طلعتي معانا هتتسابق النهارده. مارينا انت عندك كام سنه؟ 9 سنين. يا رب يبقى عندك 100 سنه كده. مارينا انت شاطره وعندك معلومات حلوه. سنه كام في المدرسه؟ ثالثه اول ولا ثالثه ثاني ولا ثالثه ثالث؟ ثالثه اول فصل الشطار. يلا بينا. طب يلا يا مارينا، معاك المايكل عشان تختاري رقم مجموعه وتتسابقي معانا، ويا رب تكسبي وتاخدي هديه من عمو بشار. يلا بينا. جاهزه يا مارينا؟ صوت عالي كده، عايزين باور. اسمها ايه؟ جاهزه. جاهزه. طب يلا نشوف مارينا. يلا بينا ننبسط مع بعض ونلعب العاب كتير قوي خالص. زي ما قلنا عندنا مسابقه مجموعات اسئله كتير خالص، بس اول حاجه لازم نختار رقم المجموعه. احنا عندنا كام مجموعه يا مارينا؟ قلنا 12 مجموعه من الاسئله. تختار لنا مجموعه من 1 ل 12 كام؟ 2. اثنين. اخترنا المجموعة الثانية. بحب الرقم ده قوي يا مايك. من المجموعات اللطيفة جدا يا عم بشار. المجموعة الثانية. يلا نشوف المجموعة الثانية اللي مارينا اختارتها لنا ونشوف أسئلتها أخبارها إيه. وزي ما قلنا واتفقنا إن أصحابنا هم اللي بيسألوا السؤال مش إحنا. أول سؤال مين بيسأله لنا؟ سمكة. يلا نشوف السمكة هتسأل مارينا السؤال الأول في المجموعة الثانية، تقول لها إيه؟ خبزنا الذي الغد أعطنا نحن، ولا الشبع، ولا اليوم؟ والوقت ابتدى. مكان النقط طبعا دي الصلاه الربانيه، بنقول كده خبزنا الذي للغد اعطنا نحن، ولا اعطنا الشبع، ولا اعطنا اليوم. خبزنا الذي للغد اعطنا، عشان ما نتلخبطش ممكن نعرفها لوحدنا من غير حتى ما نقول الاجابات المختلفه. اوعى تتلخبطي يا مريم، سهله. خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، قولي. ولا الشبع، ولا نحن؟ الشبع. خبزنا الذي للغد أعطنا الشبع. شبع. متأكدة؟ طب ما نراجع أبانا الذي سوا. تيجي نقول أبانا الذي كده، أبانا الذي في السماوات. معلش هنستثني الوقت ونراجعها سوا. أنكر ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الذي أعطينا، خبزنا الذي أعطينا اليوم. أعطينا اليوم، افتكرت أهي، مش الشبع صح؟ يبقى أعطينا، قالت أعطينا اليوم طبعا. برافو عليها، أنت برافو يا مارينا شاطرة. كان صعب قوي نقع في سؤال زي ده يا مارينا، صح؟
المفروض سؤال سهل، بس انت اهدي كده، مش عايزك تتوتري، واهدي وركزي وان شاء الله هتجاوبي الاسئله كلها. مريم شاطره خالص وحافظه كويس، وانت اللي قلتي الاجابه الصح، بس يمكن كنا لازم نراجع بين اللازم الاول، يمكن في النص كده بنتلخبط او نقول كلمه مش مظبوطه، لكن لو راجع لها عمرنا ما هنغلط فيها. برافو يا مارينا، يلا نكمل مع بعض. اسئلتنا جاهزه ومتحمسه؟ هاي مارينا جاهزه؟ اه جاهزه. يلا بينا نشوف سؤالنا رقم 2، بيساله لنا الارنب. يلا نسمع ونشوف الارنب سؤاله الثاني. اي حيوان من الحيوانات دي بياكل اعشاب؟ الدولفين ولا الزرافه ولا العصافير؟ والوقت ابتدى. حد بياكل اعشاب من الثلاث حيوانات دول، مين هو؟ الدولفين ولا الزرافه ولا العصافير؟ بياكل اعشاب، مش يعني بياكل أعشاب يعني زي حاجات خضراء، ورق شجر وكده يعني. اعشاب. الزرافه طويله قوي، بتقف جنب الشجره وتاكل منها، صح؟ اه اجابتك مظبوطه. تعالوا نشوف جابت اول ابو المارينا. شاطره يا مارينا انت، قلت معديتي بقى اهو، عايزين نهدى خالص ما نكترش خالص. برافو عليك، انت شاطره وماشي حلو خالص. بس وصلنا لسؤال رقم 3. 3 شقي شويه. اسمه ايه؟ القر. اسمه ايه؟ القر. يلا نشوف القر ده هيسالك ويقول لك ايه. اسمعوا. ما هو ترتيب سفر الخروج في اصفار العهد القديم؟ الثاني، الثالث، الرابع؟ والوقت ابتدى. 30 ثانيه نقولها سؤال ثاني. لو الإجابة إيه قولي بسرعة تاني يا مارينا. إحنا بنقول ترتيب سفر الخروج في أصفار العهد القديم، 2 ولا 3 ولا 4؟ عدده كام؟ 2. رقم 2 في الترتيب بتاعه، صح؟ يبقى قلنا كده إن الخروج سفر رقم 2 بعد التكوين على طول، صح؟ آه. طب تعالوا كده نفتكر الخمس أصفار الأولى في الكتاب المقدس العهد القديم، اللي هما تكوين وخروج ولوين وعدد وتثنية، صح؟ يبقى إجابة مظبوطة. طبعا زي جامد. برافو شكاوة. برافو عليك. هاي يا مرمر قربنا نكسب أهو. شاطرة خالص يا مارينا. وصلنا لآخر سؤالين في المسابقة بتاعتنا، فاضل لنا الزرافة والأسد. طيب هنركز قوي عشان فضلنا سؤالين، نفسنا تكسبي معانا يا مارينا النهارده. يلا نبتدي بالسؤال الطويل قوي. الزرافة. يلا نشوف الزرافة هتسأل مارينا وتقول لها ايه. مين يعرف اسم والد عبيد؟ يعقوب ولا ألي مالك ولا بوعز؟ والوقت ابتدى. في سفر الرعوس يقول لنا كده والد عبيد اسمه ايه؟ اسمه يعقوب ولا ألي مالك ولا بوعز؟ مين والد عبيد؟ اللي قرا سفر الرعوس اكيد هيبقى عارف المعلومه دي، او حتى يمكن يكون سمعها كقصه في مدارس احد الاسماء دي كلها عارفينها وحافظينها. والد عبيد اسمه ايه؟ اسمه يعقوب ولا ألي مالك ولا بوعز؟ 30 ثانيه قربوا يخلصوا. يلا بوعز. بوعز. مارينا قالت لنا ان بوعز هو اسم والد عبيد اللي موجود في رعوس 4. اجابه مظبوطه جدا. برافو. ده صح. برافو. في اسد سؤال. في اسد بيسال عليكي، عايزاه ندخله؟ اه. طب يلا نشوف الاسد عايز منها ايه. عايزين ما نتوتر بقى لا 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 لا، هي ما تتوترش. الاسد ده صعب جدا انه بيخوف قوي، صح يا مارينا؟ بس احنا مفيش حاجه تخوفنا، صح؟ هنحاول نكسب. جاوب صح. يلا نشوف الاسد بيعمل ازاي. صحابنا مين هيقول لنا الاسد بيعمل ازاي؟ ايه صوت عالي يعمل ازاي؟ انا شرس ده نايم كده الاسد، بس شرس، بس هو شرس هادي يعني. كرتون شويه، شرس هادي. يلا نشوف اخر سؤال في مجموعتنا والتحدي الاخير لمارينا، سؤال الاسد. اسد. نسمع ونشوف. ما هو الصوم الذي يتكون من 40 يوم زائد 3 أيام؟ يا ترى صوم الرسل ولا صوم الميلاد المجيد ولا الصوم الكبير؟ والوقت ابتدى. سؤال سهل ده، ركزي يا مارينا. سؤال الأسد. السؤال بيقول صوم عندنا بيتكون من 40 يوم زائد 3 أيام، يعني 40 و3. الصوم ده اسمه صوم إيه؟ صوم الرسل ولا صوم ميلاد المجيد ولا الصوم الكبير؟ صوم الرسل. صوم الرسل.
نفكر تاني. عندنا الصوم ده عبارة عن دايما كده هو ثابت ما بيتغيرش. نقول لها الاختيارات 40 يوم زائد 3 يعني 43 يوم. هل هو صوم الرسل ولا صوم ميلاد المجيد ولا صوم الكبير؟ صوم ايه فيهم؟ الصوم اللي بنصومه 43 يوم معروف قوي ده حافظينه وبنحبه قوي. صوم الرسل ولا صوم الميلاد المجيد ولا الصوم الكبير؟ الميلاد المجيد. اخر اجابه خالص الميلاد المجيد. قالت لنا الميلاد المجيد مارينا ودي اخر اجابه عندك يا مارينا. وخايفه جدا ومتردده جدا وقالت صوم الرسل ورجعت تاني ومش عارفين ايه الاجابه الصح. طبعا صوم الرسل ساعات بيجي ايام مختلفه وساعات ممكن يوصل 43 يوم، لكن احنا الحقيقه الصوم دايما ثابت عندنا في الكنيسه 40 يوم زائد 3 ايام 43 يوم، وده التفسير بتاعه هنجي له حالا. هو صوم الميلاد المجيد. تعالوا نسقف لمارينا. برافو مارينا. برافو يا مارينا. نقول بسرعة لأصحابنا الحلوين المعلومة طبعا المهمة، يعني ايه 40 يعني ايه 3 وليه شرحناها كده لمارينا عشان حتى كل أصحابنا يبقوا عارفين. 40 يوم هو الأيام اللي احنا دايما بنصومها إشارة إلى أو صامها موسى النبي قبل ما يستلم لوحي الشريعة من يد الله، والثلاث أيام اللي صاموها طبعا عشان جبل المقطم يتنقل نقل جبل المقطم. كده دايما بنرجع للأربعين زائد ثلاثة، وده اللي الكنيسة حسبته وعملته عشان نوصل إن احنا نصوم 43 يوم في الصوم. تسقيفة المارينا تاني وبنقول لها مبروك. طبعا ألف مبروك يا مارينا. اتفضلي. شاطرة جدا مارينا من أول متسابقة تقعد معانا النهاردة على الكرسي الجميل بتاعنا وتتسابق معانا وكسبت كمان، فدي حاجة جميلة قوي يا عم. عشان كده أنا تفاؤل كتدعو للتفاؤل. أنا بفرح أما حد نبتدي كده الحلقة بحد يكسب طبعا، عشان كده ببقى نفسي ألعب شوية. تيجي نلعب؟ يلا نلعب يا عم بشار. احنا عندنا لعبة نلعب لعبة إيه؟ الكور والباسكت؟ يلا بينا. عندنا كور وعندنا طبعا باسكت، سلة حمراء وسلة زرقاء وحاجات كتير كده. طيب هنشرحها لأصحابنا بسرعة. طب تعالى نختار اثنين نشرح لعبه قبل ما نختار. طب نختار اثنين ونشرح لهم. طب ولا نختار الاثنين ونشرح لهم؟ نختار اثنين ونشرح لهم. طب خلاص يبقى نلعب الاول طب اتفضل. نقلب نقلب نختار اثنين يلعبوا معانا. ماشي. مادونا سليمان. مادونا. اهلا مادونا. يلا عندنا مادونا. عندنا مين تاني يا عم بشاره؟ والتاني التاني مارفن مجدي. مارفل حلو خالص. مارفل ومادونا. مارفن صح؟ اشرح لهم بقى يا انكل مايكل اللعبة. طيب احنا عندنا اللعبه بتاعتنا بتهيألي ممكن تكونوا شفتوها في حلقات عم بشاره قبل كده، وهي عباره عن باسكت ازرق ده بتاع مارفن، وعندنا الباسكت الاحمر بتاع مادونا صح كده؟ طيب عندنا كور كتير زي ما احنا شايفين في الاستوديو عندنا لغايه بعيد خالص، ممكن نروح اخر اللوكيشن مفيش مشكله. احنا اهم حاجه عندنا احنا نجيب كوره واحده ونحطها في الباسكت بتاعنا ونرجع نجيب غيرها. مادونا في الاحمر، هنحط كوره واحده بس ونرجع بسرعه تاني نجيب كوره تانيه نحطها تاني في الباسكت. اكتر عدد من الكور هو اللي هيكسب صح؟ اكتر عدد من الكور جوه الباسكت بتاعنا في الوقت اللي عم بشاره هيوقفنا فيه يبقى هو ده. المزيكا هي اللي هتوقفنا عنك المايك. عندنا مزيكا فعلا هتشتغل طول ما احنا بنلعب عامل زي الكراسي الموسيقيه كده، اول ما توقف يبقى احنا كده خلصنا اللعبه بتاعتنا، ما ينفعش نحط اي كور تاني. متفقين؟ يلا بينا. واحد استنوا مع المزيكا. واحد اثنين ثلاثه ثلاثه يلا بسرعه بسرعه. كوره واحده كوره واحده كوره واحده مادونا كوره واحده كرة واحدة. أسرع أسرع نشجع أصحابنا. مين يشجع؟ مين يشجع؟ مين يشجع مارفن؟ مين يشجع مادونا؟ مادونا شجعوا مادونا. أسرع أسرع كرة واحدة زي ما اتفقنا. يلا مادونا في كورة أهي جنبك أهي. حط دول قريبة. حط دول أيوة قريبين حلوين دول. معلش معلش. أوبا. يلا تاني أسرع أسرع لسه عندنا وقت طويل. لسه لسه في وقت في وقت في وقت. خلي بالك يا مادونا أوعي تقعي. كرة واحدة بس أسرع حاجة. أسرع حاجة أسرع حاجة أسرع حاجة. المنافسة جامدة قوي قريبة طبعا. الولاد متحمسين قوي. الولاد بيبقوا عندهم سرعة كده بيلعبوا كورة هم. شجعوهم شاطرة خالص. برافو يا مادونا. لسه عندنا وقت لسه عندنا وقت ولا خلاص؟ ها ها أسرع. وقتنا خلص. ميرسي خالص مادونا. ميرسي مارفن. الكرة دخلت. تعالوا نعد مع بعض ونشوف مادونا عملت إيه. تيجوا نعد؟ مين هيعد معايا مادونا؟ كله هيعد؟ مين هيعد؟ يلا بينا. يلا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر
13 14 15 نسيت جميل قوي المدونه 15 كوره جابتهم في الوقت الصغير بتاعنا برافو عليها وشاطره قوي شوف مارفن يلا نشوف مارفن اللي شكله برده كان مجتهد جدا يا ام شرف نعد ونشوف مارفن عمل ايه يلا نعد مين عايز معايا يا مارفن واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر عشرين كورة مارفن 15 برافو مارفن جامد قوي قوي مارفن طبعا مارفن كسب عارف الاكل يا مدونة معلش اتفضلوا ارتاح تعالى يا مارفن الف مبروك مارفن ياخد هديته طبعا شاطر شجعوه تاني طيب طبعا لعبه جميله جدا اصحابنا استمتعوا وتحمسوا ولعبوا كده وقعدوا يحطوا الكور على قد ما قدروا لكن في الاخر عدد الكور بتاعتنا هو اللي قال لنا ان مارفن كسب اثنين شطار خالص وحتى مادونا كمان عملت مجهود حلو 15 كوره برافو مادونا رقم كبير خالص برافو عليك يا اولاد انا مبسوط قوي من الاداء والحماس النهارده اشكركم قوي على اللعبه الجميله دي يلا بقى نلعب تاني ونتسابق تاني يا مشرى اسئله بقى مسابقات بقى انا بحب المعلومات طب يلا نختار جديد. واحد جديد يا عم بشاره يلا بينا يلا بينا يلا بينا كان معانا مارينا ودلوقتي معانا كاترين عاطف كاترين. اهلا كاترين تعالي ازيك اقعدي زي ما بنقول لكل اصحابنا كلامنا في المايك نقرب المايك من بقنا ازيك يا كاترين الحمد لله عندك كام سنه 12 يا رب يبقى عندك 100 سنه زي ما بقولها لكل اصحابنا انت في سنه كام في المدرسه 6 يعني عندها كم معلومات كويسه يمكن مايكل اكيد وأكيد طبعا كاترين منتظمه في مدارس الاحد والقداسات يعني عندها معلومات في كل المجالات يلا بينا نبتدي اختاري مجموعه مع انكل مايك انا بيك يا كاترين مبسوطين انت النهارده طلعتي في الاسماء بتاعتنا عشان نتسابق مع بعض زي ما عم شرق قال احنا عندنا معلومات كتير قوي في مسابقتنا في معلومات دينيه وكنسيه وحاجات طبيه جميله وعندنا كمان معلومات عامه وعندنا كمان معلومات في الساعات الحاجات العلوم اللي بناخدها يعني ممكن في الساينس او العلوم في مواد الدراسه بتاعتنا وفي سننا مش حاجات صعبه اهم حاجه نركز قوي عشان نجاوب كل الاسئله مظبوط جاهزه جاهزه قوي جاهزه قوي حلو خالص يلا بينا نختار مع بعض يا كاترين مجموعه من الاسئله كتير خالص عندنا 12 مجموعه من الاسئله عايزين نختار رقم منهم مجموعه رقم 2 مارينا خدتها اي مجموعه ثانيه ما عدا رقم 2 تقدري تختاريها لي كام 3 3 3 حلو خالص هي واثقه كده عارفه ان هي هتخش تطلب 3 على طول حلو قوي المجموعه الثالثه دي مليانه اسئله كتير فيها كام سؤال يا اولاد خمس اسئله بيسالوها لنا اصحابنا الجمال اللي هو اول واحد فيهم السمكه يلا نسمع ونشوف في السؤال الاول السمكه هتقول ايه ليه نقط؟ لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم لا تقلق ولا لا تخف ولا لا تحلف لا تخف والوقت ابتدى يا كاترين هي قالت الإجابة عم بصراحة فكرتش قالت لا تخف إيه ده؟ لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم موجودة في هندي موجودة في ملوك التاني 6-16 يقول كده لا تخف إجابة مظبوطة طبعا سيف جابت برافو طبعا برافو عليك يا كاترين شاطرة طيب حلو خالص احنا دخلنا اول سؤال كده بثقه عمياء قويه جدا عارفين الايه وحافظينها وقلنا بسرعه الاجابه بتاعتنا هي لا تخف على فكره لا تخف دي كلمه قويه قوي لازم ناخد بالنا منها ان كتير قوي الكتاب المقدس يقول لا تخف ما تخافوش ما تخافوش وقالها لنا كذا مره في كذا مكان عشان يقول كده ان ربنا قوي جدا وهو اللي بياخد بالنا من بياخد باله مننا فما نحاولش خالص نخاف في دنيتنا يلا نشوف سؤالنا الثاني مين بيساله ال ارنب لن أرنب اسمه إيه؟ الأرنب أرنب برافو عليكي يلا نشوف الأرنب سؤال التاني ليكي هيكون إيه يا كاترين؟ نسمع قديس من القديسين رئيس الملائكة ميخائيل إداله سيف تفتكروا مين هو يا صحابي؟ ماري مرقس الرسول؟ ولا الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟ ولا القديس مرقوريوس؟ والوقت ابتدى القديس مرقوريوس قديس ماركوريوس يعني انا حاسس ان كاترين شاطره خالص وبتقول الاجابه بسرعه جدا نحاول نعيده بس اصحابنا اللي في البيوت اللي ما سمعوش سؤال اعطاه رئيس الملائكه الجليل ميخائيل سيفا فمن هو يعني هو كان عنده السيف بتاعه تقريبا اداله سيف تاني على السيف بتاعه مين الشخص ده ماري مرقس الرسول انبا شنودة رئيس المتوحدين ولا الشهيد العظيم ماركوريوس طبعا اللي هو
ابي سيفين، عشان كده ما كملناهاش لان اجابه مظبوطه طبعا عنده سيفين. برافو كده سام جاب جدا جدا كاترين، طبعا اجابتها صح. السيف بتاعه والسيف اللي اعطاه الملاك ميخائيل، برافو عليك يا كاترين. سؤالنا رقم 3 شقي جدا، مين بيساله الشقي الشقي ده؟ القرد. اه يلا نشوف القرد هيلخبط كاترين ولا لا، نسمع ونشوف السؤال التالت. كانت مهنتي جامع ضرايب، والآن أحد تلاميذ السيد المسيح، فمن أكون؟ يوحنا، متى، يهوذا؟ والوقت ابتدى يا كاترين. كاترين السؤال بيقول إن كان بنتكلم على شخص طبعا بنوصفه بنقول إن مهنتي، هو بيتكلم عن نفسه بيقول مهنتي كنت جامع ضرايب والآن أنا أحد تلاميذ رب المجد يسوع، مين أنا؟ يوحنا ولا متى ولا يهوذا؟ واحد من التلاميذ متى، أصل خدمته أو أصل شغله كان جامع ضرايب، مين؟ قالت متى. متى قلتي متى، متى هو طبعا كاتب أول أناجيل العهد الجديد وهو فعلا كان جامع ضرايب وتلميذ رب المجد يسوع. سقفلها جامد أوي، برافو كاترين شاطرة جدا يا كاترين. كاترين بقى جايه عشان تكسب يا مصر. انا الهدايا جاهزه، ثقه جميله جدا ورائعه وشاطره خالص، كل اجاباتها الحقيقه قويه وصحيحه. يلا نشوف سؤالنا رقم 4 اللي بتساله لنا الطويله بتاعتنا، اسمها الزرافه. بصوت عالي بقى عايزين حماس، اسمها الزرافه. يلا نشوف الزرافه تسال كاترين تقول لها ايه. في اي سفر ذكرت بلد اسمها ترشيش؟ في سفر يونان ولا سفر يوئيل ولا في سفر سفانيا؟ والوقت ابتدى. سفر يونان. ذكرت بي او ذكرت في بلد اسمها ترشيش، كان سفر يونان ولا سفر يوئيل ولا سفر سفانيا؟ قلتي يونان. يونان، سفر يونان اللي اتقالت فيه بلد اسمها ترشيش، صح؟ مين عارف المعلومه دي صح ولا غلط؟ صح فعلا الاجابه صح. تقول سقف جدا لكاترين. كاترين ونشجعها، برافو عليك يا كاترين. طبعا ترشيش مدينه او بلد كانت موجوده في سفر يونان، وهو ده على فكره المكان اللي حاول يهرب ليه يونان من وجه الله، او لما ربنا كان عايز يخليه يبشر اهل نينوى هو حاول يهرب ويروح مكان تاني، وكان المكان ده بلد اسمها ترشيش. اجابه صح، برافو عليك يا كاترين. دلوقتي وصلنا لاخر سؤال، سؤال رقم 5. مين بيساله؟ الاسد. مين بيساله؟ خاف. لا ما بنخافش، الاسد ضعيف قوي. الاسد ضعيف ده عم بشاره قوي. لا هو الاسد قوي بس كاترين اقوى من كاترين. كاترين هتبقى اقوى. اقوى من الاسد. تعال نشوف اخر سؤال، اخر تحدي لينا في مجموعتنا مع كاترين النهارده، سؤال الاسد. نسمع ونشوف الاسد. كم ساعه في الاسبوع يا ترى؟ 152 ولا 158 ولا 168؟ والوقت ابتدى. كام ساعة في الأسبوع؟ عايزين نحسب بسرعة، كام ساعة في الأسبوع؟ أسبوع يعني كام يوم؟ سبعة. سبعة أيام، وكل يوم في كام ساعة؟ في المايك. اليوم في كام ساعة؟ 48. 24. كل يوم في 24 ساعة، صح يا كاترين؟ بالراحة، احنا بنحسب مع بعض. 24، عايزين بقى نقول في السبعة أيام هيدونا كام؟ يعني عايزين نضرب ال 24 في كام يوم؟ في سبعة. في سبعة، 24 في سبعة. بالراحة كده ناخد وقت أكتر يا مشورة، نستأذنك عشان نحاول نحسبها، مش عايزين نستعمل كالكوليتر، عايزين نستعمل مخنا وذهننا إن إحنا نفكر ونحسب. 24 هنضربها في 7 أيام هيدينا كام؟ 152. أقول لك حاجة يا كاترين، اضربي الأول السبعة في 20 وبعدين السبعة في 4 واجمعي. الاختيار 7 في 20 بكام؟ الاختيارات بكام؟ الاختيارات إيه؟ الاختيارات اختيار 152، 158، 168. 158. 158 متأكدة؟ حسبتيها كويس؟ كاترين مش عايزين نغلط. نحسب بالراحة، احنا عايزين اهو مشوار مدينا وقت حلو، يلا بسرعة نفكر بسرعة. 4 في 7 بكام؟ 20 في 7؟ 2 في 7؟ 2 في 7 ب 48. 2 في 7؟ 2 في 7؟ 14. هنحط قصادهم الصفر. يبقى معانا 140 وبعدين 4 في 7 مش هقول لك حاجه تاني، انا ساعدتك في نص السؤال والوقت خلص وعاملين لك استثناء. يلا بسرعه نختار واحد. 152، 158، 168 كام؟
152. خلاص كاترين اخترتناها 152. طبعا زي ما شفنا مسألة حسابية صعبة جدا، معقدة، ممكن تكون فيها شوية تفكير مع التوتر كده بتاع الكرسي الجميل بتاع العنب بتاعنا ده، بيتعب صحابنا شوية ويخلينا مش عارفين نحسب. احنا كنا عايزين في الآخر يا جماعة نطلع 24 ساعة في 7 أيام، وطبعا نضربهم في بعض عشان احنا عايزين نعرف كام ساعة في الأسبوع اللي كامل. 24 في 7 ب 168. للأسف إجابة كاترين ما كانتش مظبوطة، بس الحقيقة معلش هارد لاكلي شجع كاترين، عايز أقفلها جامد قوي قوي قوي. كاترين كانت جميلة وشاطرة جدا في كل أسئلة لغاية الأسد الشقي الصعب ده اللي تعبنا شوية وإدانا مسألة ممكن تكون صعبة إن إحنا نعرف نحلها أو برضو نضربها. برضو يا مايكل بنرجع للنقطة اللي يمكن بتصادفنا في معظم الحلقات وبضطر أعلق عليها، إن يا أولاد اعتمادنا الكلي على الكالكوليتور خلانا ما بنعرفش نحسب حتى الحسابات البسيطة. ده مش عيب كاترين، هي كاترين اتعودت أكيد على الكالكوليتر، احنا شفناها في كل الأسئلة كانت شاطرة وبتجاوب قبل حتى ما يبتدي الوقت، علشان كده هنشجعها مرة تانية ونقول لها هارد لاك. معلش وصلت لسؤال الأسد بس موضوع حسابي بسيط ما عرفتش توصل له. حبايبي الحلوين احنا معانا لغاية دلوقتي فائز واحد، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. استنوا هنا رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشرة موجود ما مشيش، كلها كام ثانية وراجعين. رجعنا حبايبي الحلوين من الفاصل، ما زلنا معاكم في اسكندريه عروس البحر المتوسط. انكل مايكل احنا عندنا مواهب حلوه قوي في الحلقه. طب ما نسمع ونشوف يا عم بشاره حلوه قوي المواهب دي حاجه. طب ما تيجي ما تيجي الاول نسمع الحان. الله الله، بص بص حلو الحان. الحان هنسمع لحن منهم يعني مش الحان كتير. تعالوا نسمع النوفير فيكتور.
فيكتور تعالى يا نوفير. شجعه جامد قوي، شجع نوفير. نوفير ازيك؟ هنتكلم في المايك. الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 10. شماس اكيد في الكنيسه؟ طبعا. من زمان؟ اه. وحافظ الحان كتير؟ اه. بتشارك في الكورال ونشاط الكنيسه ولا لا؟ اه. هايل خالص. طب هتسمعنا لحن ايه؟ تنسينا. يلا بينا نسمع نوفير. تنسينا نرخن لغن باتري كبن بماتي تن اكبر سينوس تكسنتا اسو تيريا ايمون انم نيسو من بستي كبروس كنيسو مين او تي افزو كيسي ساركي ان السين انتو ستفرو كيساناتون اي بومي ايني كي جيري توستاسني او توسين زوكسو اناستاسي افتو. برافو. جامد قوي قوي نوفير، شاطر خالص. برافو. حاجه جميله قوي. هاي نوفير احسنت. حلو قوي الالحان. الالحان على فكره من الحاجه الجميله قوي يا اولاد اللي لازم كلنا فعلا نهتم بيها. حلو قوي واحنا في سن صغير نتعلم الالحان عشان حتى نرتبط بالكنيسه اكتر لما نيجي نحضر القداديس، او مش بس في القداس طبعا، في المناسبات الكبيره والالحان السنويه. وزي ما احنا عارفين في كل وقت في السنه كنيسة كده بتنظم لنا شكل او الحان مختلفه، لازم نبقى عارفينها وحافظينها. هنلاقي نفسنا داخلين اكتر، بنحب الكنيسه اكتر، وقادرين كمان نتفاعل مع الحاجات اللي بتتعمل في الكنيسه اكتر. طيب عندنا دلوقتي مسابقه مشاره. اه يلا بينا نرجع مسابقات تاني ونشوف معانا نختار واحد سابق مين. يلا بينا نقلب السكر. نقلب السكر. فلوباتير وجدي. فلوباتير اهلا. فلوباتير اخو مارفن. مش اخو مارفن، لابسين زي بعض. ازيك يا فلوباتير؟ كويس الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ خلي وشنا للكاميرا كده عشان اصحابنا يشوفوك. انت عندك كام سنه؟ 11. يا رب يبقى عندك 100 سنه. في سنه كام في المدرسه؟ 5. 5 اول ولا 5 تاني؟ يلا بينا مش هنضيع وقت. اختار رقم مجموعه مع انكل مايكل. يا رب تكسب معانا. ومعانا في فلوباتير زي ما انت عارف عندنا كام مجموعه؟ 12. 12 مجموعه اسئله، لكن في مجموعات تاخد زي رقم 2 ورقم 3. تختار رقم كام؟ 4. اختار رقم 4. مجموعه موجوده هتشوف تختارها. يلا في فلوباتير جاهز؟ جاهز. شجع قوي كده، واثق من نفسك. يلا بينا نشوف اول سؤال اللي بتساله لنا. السمكه. السمكه. يلا نشوف السمكه هتقول لنا ايه اول سؤال. اي لون من هذه الالوان نراها في قوس قزح؟ الفضي ولا النيلي ولا الاسود؟ والوقت ابتدى. النيلي. النيلي من الالوان الموجوده في قوس قزح. احنا بنتكلم هنا عن الالوان الموجوده في قوس قزح، واحد منهم من الثلاثه دول موجود فعلا من ضمن او من وسط الالوان، الفضي والنيلي والاسود. قلت لي فلوباتير ال النيلي. النيلي. تيجي نراجع بسرعه. قوس قزح بيتكون من الوان ايه؟ اصفر احمر برتقاني واحمر. مظبوط. ازرق ونيلي واخضر. بس كده في حاجه تاني؟ بس ده مش ترتيبهم بنفسجي. اه من غير ترتيب احنا بنلخبطهم كده شويه، بس في الاخر هم فعلا زي ما قلناهم. والنيلي كان بينهم. يلا نسقف جامد. برافو. اكيد طبعا اجابه مظبوطه. برافو عليك. بنضيف معلومه لاصحابنا انكل مايكل ان قوس قزح ده اللي بيظهر في السماء غالبا بعد انتهاء الامطار او في وقت الضباب جامد، وبيكون الالوان دي بتتحدد بناء على مرور ضوء الشمس من خلال ذرات البخار المية أو المطر. دايماً النور مع المية ممكن يعمل النور الألوان قزح دي عم بشارة، وبنسميها كده بتهيألي حتى أصحابنا اللي عارفينها معروفة باسم الرينبو. رينبو. رينبو عشان جاي من رين، رين اللي هي المية. رينبو هو الشكل اللي بيديه لون المية فعلاً أو المطرة مع إضاءة الشمس. حلو خالص. برافو عليك فلوباتير. يلا نكمل أسئلتنا مع بعض. وتاني سؤال هو الأرنب. يلا نسمع ونشوف الأرنب هيقول إيه لفلوباتير. هو يا صحابي القديس اللي قوي في التوبة وكان جسده كمان قوي، يوحنا القصير ولا الأنبا برقام ولا القديس موسى الأسود؟ والوقت ابتدى. القديس موسى الأسود. القديس قوي في الجسد والتوبة، يوحنا القصير، الأنبا برقام، الأنبا موسى الأسود. قلت الأنبا موسى الأسود. الأنبا موسى الأسود كان قوي جدا في توبته، وطبعا إجابة مظبوطة. تعالوا نزعم جدا جدا. برافو. إجابة صح.
وده يودينا لسؤالنا الشقي خالص. مين الشقي خالص بتاع اسمه القرد؟ يلا نسمع ونشوف، نسمع ونشوف القرد. تتكون اليابان من مجموعة جزر، مدن، قرى. والوقت ابتدى. مين عارف فينا دولة اليابان؟ دولة اليابان هي دولة ضخمة، أو يعني دولة كبيرة طبعا، لكن هي بتتكون من مجموعة إيه؟ مدن ولا جزر ولا قرى؟ مدن. مدن كتيرة ولا هي جزر كتيرة قوي قوي بتكون الدولة، ولا هي قرى كتيرة؟ فلوباتير. لا هي مدن. هي مدن كتيرة. متأكد؟ مش جزر كتيرة؟ مش قرى كتيرة؟ طيب هو اختار فيلوباتير الإجابة الثانية اللي هي مدن، إن أي دولة عامة بتكون مجموعة مدن، لكن اليابان هي الحقيقة مختلفة جدا لأن هي عبارة عن جزر كتير قوي جنب بعض جنب بعض، وهي دي اللي بتكون الدولة بتاعت اليابان. للأسف هي مجموعة من الجزر. إجابة مش مظبوطة. معلش هارد لاكس يشجع فيلوباتير. معلش هارد جامد خالص خالص، وإحنا بنتعلم مع بعض معلومات جديدة. اليابان من الدول الجميلة الرائعة اللي حلوة قوي إن إحنا نتعلم عنها ونفهم عنها، بعيدة قوي عن مصر، بعيدة قوي عن بلدنا. هو اختيار اختيار مدن في حد ذاته يحير شوية، بس هو اختيار يعني يلخبط. هو منطقي. لأن أي دولة فيها مدن. بالظبط. إنما إحنا قاصدين هنا الجزر، لأن اليابان عبارة عن جزيرة كبيرة بس من جواها جزر صغيرة كتير. معلش هارد لاك، هارد لاك. هي فعلا مكمل. يمكن الإجابة الأقرب هي اللي احنا بنحاول نصلها. طبعا نختارها، ونحاول كمان نزودها كمعلومة لكل أصحابنا. اليابان هي مجموعة من الجزر، دي حاجة لازم نكون كلنا عارفينها وحافظينها. هارد لك لفيلوباتير، بس لسه عندنا حاجات حلوة كتير، صح؟ لما تيجي ناخد فيلوباتير حاجات حلوة كتير، وعندنا رسومات حلوة كتير. ماشي، عندنا بنوتة جميلة خالص بترسم رسومات جميلة خالص. تعالوا نتفرج على لوحات ورسومات مريم ماجد. فين مريم؟ تعالي. مساء الخير مريم، شجعها قوي قوي، برافو عليك. شجعوا مريم. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 10 سنين. يا رب يبقوا 100. مريم من زمان بترسمي؟ انت من كنيسه ايه؟ العذراء والأم براو. اهلا وسهلا. طيب تحبي بقى تفرجينا على اللوحات بتاعتك او الرسومات بتاعتك؟ يلا هنوجه رسوماتك للكاميرا كده ونوضحهم واحده واحده. ايوه بس ايوه. مريم ده رسم ايه؟ دبدوبين. الدبدوبين. ايه تاني يا مريم؟ اللي بعده. الله ده ايه؟ بطه. بطه. بطة. يا رب اللي بعديها تيجي قطة. طلعت ايه؟ دبدوب. ايه؟ دبدوب. دبدوب. دبدوب واقف قصاد شجرة. ها؟ هايل خالص. اللي بعده. دبدوب اهو تاني. دبدوب. انت مربية دباديب في البيت؟ هايل خالص. ورينا اللي بعده. دبدوب صح؟ ايه؟ الله صورة جميلة العذراء وبابا يسوع. اللي بعده. بابا يسوع هايل خالص. الراعي الصالح، صورة الراعي الصالح دي. تمام. دباديب. بس شفنا الدباديب وتعرفنا بيهم وتعرفنا بمريم، رسوماتها جميلة خالص. يا رب تكبري كده وتبقي رسامة هايلة. شكرا. شكرا يا مريم، حيوها مرة تانية. حسافة مريم جامد خالص. برافو يا مريم. حلو قوي الرسم ده، حاجه جميله قوي. يعني فن راقي كده. حلو قوي. صحابنا هي كل الفنون جميله، بس المهم ال ال يكبروا كمان الموهبه بتاعتهم. لا المهم نختار الموهبه المناسبه ونكتشفها في الطفل من صغره، والاهم من ده نشجعه كمان. صح؟ طبعا نشجعه على موهبته ونحضر له ادواته ونشجعه يعني. دي دعوه بقى لكل اهل حد بيتفرج علينا، لان اي حد فعلا شايف ابنه موهبه صغيره يحاول يشوف له طريقه، يشوف له طريقه ايه، يدخله بقى في مهرجان، يدخله في 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 حاجه نشاط ما ممكن يكبره في الموهبه دي، موسيقى او رسم او حتى صوت جميل حلو، كورال او تمام تمام. حاجه جميله قوي ان احنا نعرف نكبر وننمي موهبتنا. يلا انكل مايكل، مين فاز معانا النهارده؟ عندنا فايزين الحقيقه، بس النهارده ما لحقناش الحقيقه نشترك كتير، بس الالعاب كانت حلوه. عندنا كان في لعبه وكان فيها مارفن يمكن كسب معانا، لكن كان في كمان مسابقه وكسبت معانا في المسابقه مارينا.
حبايبي الحلوين ألف مبروك للي فازوا معانا النهاردة. أما بالنسبة لكم أصحابي اللي بتتفرجوا علينا في البيوت، عندكم الفرصة بتاعتكم لو جاوبتوا على سؤال حدوتة النهاردة، والسؤال بيقول: ماذا حدث للسمكة الذهبية عندما لم تتعاون مع السمكات الباقية؟ السؤال مرة تانية: ماذا حدث للسمكة الذهبية عندما لم تتعاون مع أصحابها؟ اعرفوا الإجابة الصحيحة وابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارة على الهواء. نفس صندوق البريد أو الإيميل بتاع البرنامج، أرجوكم ابعتوا لنا عليه مقترحاتكم، ابعتوا لنا صوركم عليها أسماءكم وتواريخ ميلادكم علشان نحتفل معاكم ونقول لكم هابي بيرثدي. انكل مايكل، قبل ما نقفل عندنا حاجه مهمه احنا وعدنا اصحابنا بيها، ان الفائزين في حلقات سابقه وما استلموش جوائزهم، قلنا ان كل ما هنروح محافظه هندعو الفائزين السابقين من المحافظه دي ويشرفونا علشان يستلموا هداياهم. معانا النهارده يا انكل مايكل اتنين، هم مين؟ معانا فعلا اتنين في محافظه اسكندريه، عشان كده جايين النهارده ومبسوطين قوي ان احنا نشوفهم ونتعرف عليهم وكمان نديهم هداياهم. معانا فيلو باتير جوزيف. فين فيلو باتير؟ فين؟ اهلا فيلو باتير، اهلا وسهلا، سعفولو طبعا فايز من حلقات سابقه. كمان معانا فيرونيكا وجدي، تاخد هديه فيرونيكا بسرعه بسرعه. مساء الخير فيرونيكا، اهلا فيرونيكا، شجع فيرونيكا، شجع فيرونيكا، مبروك، برافو يا فيرونيكا. حلو خالص، زي فعلا ما بنقعد صحابنا دايما نحاول في كل حلقات نيجي معانا متسابقين من الفايزين في حلقات السابقه او الحلقات اللي الناس كلمونا في تليفونات وكسبوا معانا، يجوا عشان يستلموا هداياهم ويحضروا معانا كمان الحلقه، احنا نفرح بيهم ونتعرف بيهم اكتر. كل اصحابنا في البيوت بشكركم قوي قوي لوجودكم معانا او ان انتوا اتفرجتوا علينا النهارده في حلقه النهارده مع عم بشاره، وكل اصحابنا الموجودين معانا كمان بنشكركم قوي لوجودكم معانا النهارده. ودلوقتي جه وقت البونبوني والشوكولاته يا عم بشاره، هنقول لاصحابنا باي باي وتيجوا تاخدوا حاجه حلوه من عم بشاره. باي باي، يلا تعالوا تعالوا كلكم، يلا كله ياكل، تعالوا كل واحد ياخد واحد. مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشار، لسه بدري يا عم.